FM. الكلمة ليك. الدولة التونسية نفسها يا رسول الله هبطت. يوسف الشاهد رئيس الحكومة نفسه هبط المشروع هذا وباسم شركة توبيك في وقال واحد متاع المقالات الإشهارية متاع مؤتمر الاستثمار 2020. بربي بربي بالله على شكوني معناتها بالنسبة لي كلام مضحك. راهو يقول لك اكتشفنا لما السيد استدعى فيك. اخي استدعى فيك العرس ولده هو يا اخي توا سامحني. راهو ساعات راهو الكلام اللي يتقال والشيء اللي تعمل راهو نهار الجمعة لا يرتقي لمستوى الدولة. لا يرتقي لمستوى الدولة غير مسؤول وتبعاته عظيمة عظيمة لأنه فما ناس خدمت فما مشاريع بديت تجي أنت تكسرها ما كسرتهاش راهو مش يبدا يلقى في التعليق ويقول لك تي ليه هي الوزارة ما زالت تخدم لكن ألحقت بوزارة أخرى. ليه لما تجي تكسر هكاك وتقول لهم شبهة فساد وتعب راك أنك هبطت بقدومة كسرت كل شيء. فما مشاريع فما 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 خطط متاع استجلاب استثمارات اللي اليوم ضربتها بالضوء لانه عادي جدا شكون باش يجي انا باش يستثمر في بلاد اللي يبدو انه فيها قضيه تحقيق ديجا طردت 5 من الناس وممكن طرد حتى 50 بعد. شكون مازال باش يستثمر في بلاد اللي رئاسه الحكومه نتاعها تنجم تحك راسها وطرد اي واحد باربيف ولا هكاك ولا طرد ومن بعد تثبت. شكون باش المشاريع نتاع الطاقات المتجدده اللي بداهم داير الوزير سيد خالد خدو اللي هي معناتها مشاريع حتى كان ماهيش الديماراج نتاعها ما كانش ممتاز لكن نحبوا ننكروا بدينا بور اون فوا دوبوي 20 سنه نمروا من مرحله الحديث على الطاقه الشمسيه لمرحله الانجاز. هذوما يا اخي ما باش يضربهم بيان سور كو سافا 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 كونيتر ان بريك. الكلمة ليك.